طيب زي النهارده وزي اي نهارده كانت في لحظه فرحه للاهلاويه في 15 ديسمبر ولكن 1950 الاهلي بيفوز على فاروق اللي هو نادي الزمالك فيما بعد 2-0 في الدوري العام بهدفي توتو ومحمد الجندي. في 17 ديسمبر 1948 الاهلي بيفوز على السكه الحديد 7-0 في الدوري. الاهداف كانوا لفؤاد صدقي هدفين واحمد مكاوي وفتحي قطاب وتوتو وسيد عثمان وحلمي ابو المعاطي هدف. الاهلي بالمناسبه عايز احكي لك حاجه عن الماتش ده. سمعتها من الله يرحمه كابتن حلمي ابو المعاطي. ايوه الله يرحمه. فكانوا بيتكلموا على مختار التتش يعني انه حاجه بره الليله دي كلها. كسبانين هم سبعه وخارجين مزقططين وفرحانين. فمقابلين بقى الكابتن مختار التتش مقابلهم مكشر. ففرحانين على ايه؟ فحلمي ابو المعاطي قال فرحانين على ايه؟ كسبانين سبعه كابتن مختار. قال له ومضيعين 17. شوف الجديه. فقال له الله الله يكون في عون السكه الحديد، ده انت بتزعلنا احنا. بالمناسبه الاهلي شوف الذهنيه بتاعت طبعا ان انت تحافظ على جديد الفريق. انا جبت كام؟ انا ليه ده؟ انت كنت تقدر تعمل ايه؟ الاهلي بالمناسبه فاز اربع مرات بالسبعه. فاز على السكه الحديد، فاز على الترسانه، فاز على الترام وعلى اتحاد الشرطه. دول السبعات اللي حصلت في تاريخ الدوري، لكن الستات كتيره جدا. يعني تقريبا معظم فرق الدوري سبق ان هي خسرت من الاهلي بسته اهداف. يعني نتائج كمان كبير، اصل النتائج دي ما تتكررش كتير يا استاذ ابراهيم. يعني عشان كده بتبقى بتعلق في الذهن يعني.